بالنيابة عن كل زملائي في القنصلية الأمريكية العامة في القدس، أود أن أتقدم بحار أمنياتي للمسلمين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. خلال شهر الصيام نستذكر أهمية الأعمال الخيرية والشعور مع الآخرين، فهذه قيم تنبع من جوهر الإسلام وتتشاركها الديانات اليهودية والمسيحية كذلك، كما أنها قيم أمريكية أصيلة. أهنيكم بحلول شهر الفضيل ورمضان كريم. رمضان رمضان كريم.